تقوية قدرات أو القدرات التواصلية لقدرات النيابة العامة وتزويدهم بالأدوات الضرورية للتواصل مع الإعلام حول القضية والمصلحة القضائية تشكل اهتمامه، عملت رئاسة النيابة العامة في إطار شراكة متميزة مع المعهد العالي للصحافة والإعلام على تنظيم ورشات تكوينية لاحتواء أساتذة من المعهد لفائدة قدرات النيابة العامة يتم إنهاءها من تقنية الإعلام وتدمير التصريحات والبلاغات بهدف تنوع الإعلام وتقديم حقوق المواطنين. وفي إطار السعي الرئاسي العام لمكافحة الأخبار الزائفة، تم إصدار قانون رقم 11 بتاريخ 13/2020 والتي تضمن تعليمات واضحة لقدرات النيابة العامة في محاكم المملكة لفتح الأبحاث بشأن كل المشاريع تتعلق بالأخبار الزائفة أو الوقائع غير الصحيحة أو الوثائق المختلفة التي من شأنها إطار الفزع بين الناس أو الأساس والمعنى، مع إصدار تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية تتبع برنامج الأخبار والبحث عن مصادرها وضبط المتورطين فيها من أجل البحث معهم ومتابعتهم في قلب الولايات القانونية بجانب العمل. في المغرب لا نحتاج إلى الترخيص من النيابة العامة لممارسة المهنة، فقط التصريح، وهذا ربما سقف الحرية في بلد ينشد تحديث ينشد الحرية العامة وغيرها. وأعتقد أن فعلا اليوم الوقت حان لتجاوز سوء فهم كبير وتأويل مغلوط وخاطئ لمجموعة من النصوص المؤطرة لقانون الصحافة، ليس فقط من أجل الدفاع عن حريتها ولكن من أجل تحصينها من كل التجاوزات ومن كل خرق يجعل الضحالة في الممارسة تسيء إلى المجتمع، تسيء إلى الجمهور العام، تسيء إلى الناشئة. بالأمس القريب كنا نتحدث عن جودة المحتوى وجودة السياق وتنعة الأسماء والشخصيات الإعلامية ببنان الأسبوع. اليوم نتحدث عن حجم اللايكات والمشاركة ومن يحقق البوز. هذا اليوم هو النموذج الإعلامي الصحفي المستهلك والرائج. تشرفت اليوم بإلقاء مداخلة كلفت بها من طرف رئاسة النيابة العامة، مشكورة على ذلك. حاولت في بداية المداخلة أن أعطي نبذة عن المواثيق والتشريعات الدولية وأيضا الإطار المفاهيمي ويعني القانون الوطني من خلال مجموعة من النصوص القانونية، بداية بالقانون الصادر سنة 1958 وعدة سنة 2002 وانتهاء بصدور مدونة النشر والصحافة، ومباشرة يعني بعد إحداث المجلس الوطني للصحافة الذي قام مشكورا بإعداد ميثاق أخلاقية مهنة الصحافة. كيف ما لاحظتوا في المداخلة هو أن هناك مجموعة من تقاطعات ما بين ميثاق أخلاقية الصحافة وأيضا ميثاق أخلاقية متعلق بالقضاء. ويشكل الإعلام والصحافة بمختلف مشاربها نوعا من الرقابة على نشاط السلطة القضائية، إلا أن هذه الرقابة من قبل هذه السلطة الافتراضية قد يكون انعكاس سلبي على مردودية السادة القضاة، سيما وأن الرأي العام قد يصدر أحكاما مسبقة من شأنها أن تشوش على العدالة عموما والعدالة الجنائية على وجه الخصوص إلى حد تصبح فيه العدالة تحت رحمة الرأي العام خاصة في القضايا الحساسة. وإن إساءة استعمال الحرية في الصحافة وعدم الدقة في الخبر والتحري بشأنه قبل إطلاق الإشاعات المغلوطة هو أكبر خطر يهدد العدالة الجنائية ويخلق جوا مشحونا بالتوتر وانعدام الثقة. لذلك كان المشير حكيما حينما منع الصحافة من التعليق على المحاكم. بالخلاصات الرئيسية اللي يمكن نسجلوا اليوم هي أنه وقع الإجماع بين الأكاديمي وما بين الجامع وما بين القضائي على ضرورة مراجعة قوانين المنظمة لممارسة حرية الصحافة والتعبير
لأنه المياه تتسرب من هذه القوانين، وبالتالي مراجعتها ستكون عندها أهمية كبيرة جدا. أيضا من الخلاصات هو تكثيف دورات تكوينية لفائدة الصحفيين ولفائدة الممارسين بصفة عامة، لأنه هذا الحقل فيه تطورات كبيرة جدا حاصلة على المستوى التكنولوجي بالخصوص وعلى المستوى المهني، فلذلك خص التكوين يكون ملازم ومصاحب ومرافق للعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي المهم. هذا القانون يعطي للصحفي المتدرب الذي حصل على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أن يكون وأن يصبح مديراً، وهذا إشكال حقيقي يجب أن ندقق في الأمور. اسمحوا لي أن ليس سراً ولكن هذه حقيقة، لاحظنا أن مجموعة من الأشخاص يحصلون على بطاقة الصحافة باسم منبر إعلامي، وفي السنة الموالية هذا المنبر الإعلامي يجيب أشخاص آخرين، وديك الأشخاص السنة الفارطة أصبحوا مدراء النشر في مواقع أخرى، وبالتالي إدارة النشر يجب أن تقنن تقنين دقيق جدا، أولا للحصول على الإجازة القطاع، ولكن نقترح أقدمية في الحصول على بطاقة الصحافة المهنية. اليوم مرة أخرى نلتئم في جلسة علمية، جلسة فكرية، جلسة مهنية تشرك رئاسة النيابة العامة، الجامعة المغربية، جامعة الملك السعدي، تمثيليات الهيئات النقابية للإعلاميين والصحفيين، من أجل مناقشة أولا الأخبار الزائفة وأخبار تضليلية والأخبار الكاذبة، ومناقشة أداب وأخلاقية المهنة، خاصة اليوم التحديات صبحت كبيرة، العثرات ديال المهنة صبحت جلية مختلفة متعددة تثير كثير من القلق، وتحتم علينا وقفة للتأمل ولكن طرح البدائل الممكنة. موضوع يتعلق بالصحافة ونشر الأخبار الزائفة بين النص التشريعي وميثاق أخلاقيات المهنة، في الوقت الذي أصبحت أخلاقيات مهنة الصحافة من أهم القضايا المطروحة على المستوى الوطني ارتباطاً بالتحولات التي عرفها المشهد الإعلامي المغربي في ظل تطورات وطنية مست المجالات التشريعية والسياسية والمهنية والتكنولوجية وغيرها، في ارتباط أيضاً بالثورة المعلوماتية التي انطلقت منذ العقد الأخير من القرن العشرين. فإذا